صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. نعتذر تأخرنا شوي اليوم بما أن أخونا العزيز النائب السابق عبد الوهاب البابطين قال أمون على عبد العزيز وعلى نواف الخالدي وعلى الشباب. والله تمون يا أخوي عبد الوهاب، ما أنك غتساوي وأبو حمد غتساوي، بعد ما نقدر نقول لكم شيء صراحة. تمون وتمون على الرقبة أنت وأبو حمد. إحنا سعداء اليوم بتكون حلقتنا إن شاء الله مخصصة للحديث عن نجم من نجومنا اللي سيودعون الملاعب إن شاء الله يوم الأحد، وسعداء بوجود كوكبة يعني عاصرت هذا النجم وعاشت مع هذا النجم. بداية طبعا من اليمين أمين السر السابق في اللجنة التقالية نادي القادسية أخوي وليد الأنصاري، بجانب أحد اللاعبين اللي واجهوا نواف الخالدي في كثير من المباريات، المحترف العماني اللي كان في صفوف النادي العربي وحياه الله معانا، أخونا طلال خلفان. على اليسار زميل إعلامي وعاصر أيضا أخونا نواف الخالدي، وأحد الجنود اللي قاعد يعملون الحقيقة في هذا المهرجان وقاعد يبذل مجهود جبار هو وزملاء الأخوان في اللجنة المنظمة، أخوي فهد الجلعودي، اللي فرصة أيضا نبارك له بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبجانب النجم المحتفى فيه اليوم في حلقتنا في برنامج الديربي الحارس الدولي السابق كابتن نواف الخالدي. حياكم الله جميعا وصبحكم الله بالخير. قبل كل شيء احنا سعداء دائما بالتكريم اللي يصلنا الحقيقة من الجهات الخارجية وتعاونهم معانا ودعمهم لبرنامج الديربي، وهذا شيء يسعدنا وهذا يشعرنا بأن فعلا برنامج الديربي لا مكانته ولا تقدير. اليوم الاخوان في لوكيشن كوفي ما شاء الله ثقيل صراحه. شوف هذا البوكس، طبعا من الشغلات الجميله في لوكيشن كوفي، وانت رايح الديوانيه، انت رايح الشاليه عند الربع، طبعا شيء مرتب يعطونك اياه مهندس بكل شيء بالامور الطيبه. طبعا الشغلات الحلوه هذه من لوكيشن كوفي. انا تبي قهوه؟ قهوه من لوكيشن كوفي. تبي قهوه ولا مهيتو ولا شنو تبي؟ يا والله قهوه عشان ما ننام. مهيتو ولا قهوه؟ اي شيء لونه ازرق. ازرق تفضل. والله كنا ازرق صح. شوف لنا كم كرتون عزيز. ليمون عزيز كم كرتون حق المباراه. حاضر. هذا عموما الشغلات الطيبه. والله انا قاعد ادور الاصفر، هذا الاصفر شيء طيب. ايوه عموما مشكورين يا لوكيشن كوفي، كثر الله خيركم. كرتونين حق اسره برنامج الديربي ومو غريبه عليكم، فمشكورين وسعداء. انا باخذ اثنين ما عليه، سامحون باخذ عنابي وال وحداوي هذا. والله ونعم فيهم كلهم. عموماً قبل لا أبدأ، أمس يمكن الإخوان تطرقوا لهذا الأمر، لكن اليوم بما أني أنا أمس ما كنت موجود، وأشكر أخوي خلف لعنزي، أنا أحب باسم قناة الاي تي في وعلى رأسي أخوي أحمد الفضلي باسم برنامج الديربي، باسمي أنا شخصياً نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، المواطنين اللي يعيشون على هذه الأرض الطيبة، المقيمين أيضا، وهن أيضا الرياضيين ما في شك، وعلى رأسهم ما أكيد معالي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وأيضا نائبه سمو الأمير جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، شخصيات لهم مكانة عندي. فنتمنى إن شاء الله أن الله يطول في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية ويجعلها إن شاء الله دائما سند وذخر لنا وظهر ما في شك مع أخواننا أبناء دول مجلس التعاون ودول مجلس التعاون الأخرى. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير يا أبو سيف. أنت بخير يا أبو. ونبدأ حلقتنا بتقرير عن ضيف عن موضوع حلقتنا اليوم، أسطورتنا ونجمنا وحارسنا الكابتن نواف الخالدي. جميل والله.
شكرا اخوي خلف. وداعا فعلا الجسور، الوداع كحارس، لكن ان شاء الله ما راح يودع الملاعب، سواء في وجوده كمدرب لحراس المرمى، وجوده بجانب اخوانه وزملاء اللاعبين. ابو خالد، احنا يعني سعداء ان احنا نلتقي معاك في هذه الليله الجميله، وحزينين لان خلينا نقول فقدنا حارس جسور فعلا في 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 بين الخشبات الثلاث. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اشكركم اول شيء على هذا التغيير وهذا الترحيب، و يعني استغل هذه الفرصه لابعث اسمايات التهاني حقيقه الى يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الامين ملك سمو الامير محمد بن سلمان، وايضا الشعب السعودي كافه حقيقه، والى يعني كل محب الى هذا الوطن اللي هو مش وطن السعوديين فقط بل وطن كل المسلمين وكل العرب. وانا يعني الامانه حبي لاهل المملكه العربيه السعوديه العظمى، مثل ما اتفقت انا ابو سيف ان المملكه العربيه السعوديه لا يجب ان يكون بعدها العظمى، فهي عظمى في كل شيء حقيقه. صح. ويعني ما وجدناه حقيقه من اهل المملكه اهل الكرم واهل الخير واهل العطاء والملك الطيب، يعني كلام اكبر من انك تحصره، واكثر بكثير حقيقه من كل وصف، يعني يتعدون كل وصف حقيقه ممكن ان تصف بهم. قوم اذا دعوا اجابوا، واذا قالوا اصابوا، واذا اعطوا اطابوا واجملوا حقيقه. يعني انا سعيد بافراحهم، واتمنى ان انا دائما اقول السعوديه مثل الكويت عندي تماما، ما في فرق. اي نعم. دائما وابدا. ولا تنسى بعد اقول لهم اخوان العيال. نعم. فانا بالراضي اقول لهم خالد اقول. مشكور يا ابو طيب. خالد مشكور. انا ابو عمر في تغريدات يمكن انت موجوده حتى في حسابك وحتى منشن فيها الديربي، تتطرق فيها الى تاريخ لقاءات القادسيه والهلال. كم لقاء؟ لقاءين بس؟ لقاءين نعم. اول شيء بس انا استغل الفرصه ويعني ارفع اسمايات تهاني التبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي، ونقول مثل ما قال ابو خالد هم عضدنا وسندنا، ويعني على الله سبحانه وتعالى ان فرحتهم فرحتنا وانجازاتهم انجازاتنا وسعادتهم سعادتنا، والله لا يفرقنا مع آمين. كافة إخواننا مع دول الخليج، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرفعة الدوم للمملكة العربية السعودية الحبيبة. نعم عزيزي، أنا كبير مستنكرة، يعني أنا حضرت المباراة الأولى كانت في شهر 10 سنة 80، كانت زيارة الهلال السعودي، وكان ظاهرة ريفالينو يا الكويت مع فريق الهلال، وكان يعني الأمانة حديث الساحة الكويتية، لعبوا مع الكويت مع نادي الكويت وانتهت 1-1، ولعبوا مع نادي القادسية وانتهت 1-1. هذه المباراة. المباراة الثانية كانت في دوري أبطال الخليج في شهر 1 سنة 2000. نعم. في الكويت هنا مباراة القادسية والهلال، وانتهت بالتعادل السلبي. نعم. 0-0، المباراة الشهيرة اللي تعور فيها بدر جمعة وبلع لسانه. نعم. وكان نجم الفريق نجم المباراة كان نواف تمياط. نعم. وفي مفارقه ان في المباراتين القادسيه لعب ناقص، مباراه الاولى انطرد عبد الله عبد الرسول، المباراه الثانيه انطرد طارق الجهاله، لكن تدري القادسيه كعبه اعلى من الهلال. نعم. فما يقدر الهلال. نعم. بكره الله يستر من اليوم الاحد، بكره بعد زلزال الجسور نشوف منو اللي عمر. في مباراه بعد في بطوله ابها الهلال والقادسيه وتعادل 1-1. انا اكلمك عن المباريات اللي قيمت داخل الكويت. داخل الكويت في مباراه ثالثه كانت على مستوى الناشئين. نعم. فاز الهلال على القادسيه 2-0 سنه 88. نعم. سجل سامي جابر. هذه يعني هذه طبعا نشرات صحفيه. اي هذه سنه 80. نعم. هذا اي جريده؟ هذا القبس. قبس. القبس حقيقه القبس يعني ارشيفهم رائع جدا. نعم. نعم. هني في 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 شغله ان نادي الهلال وافق ان يقام تكريم حق نجم القادسيه محمد مبارك، معنا كانت مباراه رسميه. طبعا هذه مغريبه على الاخوان في. نعم. في الهلال. نعم. يعني طيب طلال، انت واجهت ابو خالد. نعم.
من شنو المواجهات اللي لا تنسى مع ابو خالد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء ايضا استغل الفرصه كوني عماني انها اني اخواني السعوديين، خلني اهني اخوي ابو سيف متواجد معنا مثل السعوديين. طبعا مثل ما قلتوا السعوديه هذه دوله الجميع، دوله العرب، دوله المسلمين جميعا، فنهنيهم حكومه وشعبا بمناسبه اليوم الوطني. بالنسبه لابو خالد انا يمكن اليوم يبتوني، انا اتشرف ان اكون متواجد مع نجم واسطوره كبيره يعني بالنسبه للرياضه الكويتيه. عاصرته من واحنا صغار في الناشئين، منتخب الناشئين كنا مع بعض، حتى قبل الحلقه كنا نتناول الذكريات هذه قبل اي والله، فكنا فتره طويله 10 يمكن تقريبا 17 سنه في الرياضه انا وابو خالد 10 يعني، بس كنت دائما افوز عليه في كل البطولات. والله اي كل ما في مباراه بالنسبه صحيح. للمنتخب فاز علي ابو خالد فكل البطولات. في مباراه ما تنساها؟ اي شو في مباريات كثيره، لكن طبعا مباريات الديربي العربي القادسيه هذه لها وقع خاص بالنسبه لي شخصيا، واللي ما يحمله ذيك الفتره يعني النادي القادسيه كان في انا من وجهه نظري كان افضل لاعبين موجودين، افضل جيل انا اعتبره بكل شيء. يمكن الناس تقول لك جيل جاسم وفيصل، لكن اتكلم عن بطولات، اتكلم عن نجوم دوليين يمكن ما يقارب من 13 لاعب كانوا في المنتخب الاول، ايضا عن مدرب كبير كان معاهم الكابتن محمد ابراهيم، كانوا ايضا محترفين مميزين. كان القادسيه متسيد في تلك الفتره، يعني كانت في فتره يعني من 2003 الى 2008 بدأ عاد بعدها بدأ نادي الكويت ينافس القادسية. لكن في ذيك الفترة يعني فعلا أنا والله كنت أستمتع كثير، يعني أنا كوني عرباوي ولعبت للنادي العربي كنت أستمتع كثير بنادي القادسية، وكنت من أشد المتابعين لمبارياتهم. طبعا اليوم يعني أنتوا أنا أشكركم أنكم أعطيتوني الفرصة أن أتواجد مع يعني أخ وصديق زاملت كثير. أنا أشكرك لتلبية الدعوة، أعرف أن عندك دورة وسهر يعني بالعكس. متعب بالنسبة لك، لكن حرصت انك تتواجد تكريما لابو خالد وهذه مو غريبه عليك. والله هذه بالنسبه لي يعني حاجه شيء بسيط احنا نقدمه لابو خالد. واعجبني في التقرير ان ذكر كلمه اسطوره، لانه يستحق بالفعل كلمه اسطوره. ابو خالد من النجوم الكبار اللي يشار لهم بالبنان. يمكن انا اقول لك يعني العمانيين بالذات الشارع الرياضي العماني يعرف نواف الخالدي بشكل جيد ويحب نواف الخالدي بشكل كبير. يستاهل. انا والله شوف انا حطيت بس عملت ريتويت للتغريده، تواصلوا معي كثير عمانيين يبلغوا السلام، رياضيين وناس يعني عاديين، ومن ضمنهم اخوك الكابتن علي الحبسي ايضا يسلم عليه. الجيل الذهبي كلهم الشباب الموجودين اللي عاصرته في تلك الفتره. كنت لاعب تو اقول وي طلع الكل طيب ابو سيف ترى ذكرى انا يعني يعني ارض السلطنه سبحان الله ترى دائما خير علي. حبيب. ها اي والله جزاك الله خير. يعني دائما اتوفق في مبارياتنا في اللي هذه مباراه هذه لا لا في تحت 19 وتو يقول لك غلبنا كنا منتخب الشباب طلعناهم وهني هذه من احلى مباريات ترى في مباريات هذه التعادل هذه في كره هني بهالمباراه ما تصير صراحه افتتاحيه افتتاحيه طيب ابو سيف كونك يعني ونشكرك ايضا على تواجدك في اللجنه الاعلاميه واللجنه حتى المنظمه لهذا الاعتزال. شفنا تعاون الاخوان في المملكه العربيه السعوديه سواء على مستوى النادي او حتى على مستوى الشخصيات ورجال الاعمال او حتى على مستوى رجال المملكه، يعني هذه الوقفه ما هي غريبه على كل اهل المملكه صراحه. اول شيء ابو سعيد بس احب اشارك بعد الإخوان التهنئة لليوم الوطني لبلدي العظيم السعودية العظمى، وأحب أرفع أسمايات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وشعارنا هو باليوم الوطني هي لنا دار، وهي لنا دار وعسى الله يحفظها الدار وللخليج وللعرب كلها، عسى الله يحفظها ويحفظ جميع الخليج ودول الخليج والعرب. طبعا اول شيء بس احب اشكر اخوي الكابتن الكبير نواف الخالدي على تشريفي، وحط تحتها خطين تشريفي لرئاسه اللجنه الاعلاميه. صح. فهذا تقدير منك يا ابو خالد لن انساه، وانا اعتبره اضافه لي في مسيرتي الاعلاميه. اضافه ظروف من الحفر اقول ظروف للرياضه يقول راي اراد باسبوع ثلاث مرات اقول الله تعبته اقول لا والله العظيم يا ابو خالد انك انت دعمتني، وهذه انا اعتبرها يمكن بدايه انطلاقتي بهذا
التكليف اللي اعطيتني اياه. وان شاء الله ختامها مسك ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. احنا كنا في زيارات المملكه العربيه السعوديه، يعني سمو الامراء استقبلوا الكابتن نواف، اول شيء استقبال له ككابتن وكبير ونجم خليجي، هذا اولا. ثاني شيء انه بعد من الكويت، يعني كان يعني الاستقبال كان يعني يليق بالجسور. سمو الامير فيصل بن يزيد، سمو الامير نواف بن محمد، وسمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، جزاهم الله خير. يعني انا استذكر اللحظه اللي قال فيها الامير عبد الرحمن بن مساعد يوم تكلم دخل على نواف قال هذا ولدنا، ما في شيء. وبالفعل هو ولد السعوديه وولد الخليج كلهم، يستاهل الجسور، تاريخ مشرف، والمملكه العربيه السعوديه والكويت يعني هي احنا نحسد على 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 العلاقه المتينه اللي مع بعض. فوالله كل شيء استحضرها الكلمه، كلمه الامير عبد الرحمن مساعد هذا ولدنا، كذلك الامير نواف بن محمد اشاد فيه، وهو يعني هو عرباوي، قال انت الحين انا عرباوي غوتساوي، اي والله قال شلون عرباوي، احضر ان شاء الله ودعم وتكريم للنواف الخالدي. الامير فيصل بن يزيد، فالجمهور الهلالي الاستاذ فهد بن نافل، الاستاذ فهد المفرج، يعني قالوا بالكابتن نواف كلام كبير، وان شاء الله هم بكره يشرفون الكويت إن شاء الله. وهذا التقدير يا ابو سعيد، نعم، وجود الهلال خلال بعد هالزحمه الرزنامه، الحين رزنامه جميع الفرق، فما بالك بالهلال، وجودهم هو تكريم وتقدير لهذا الرجل، حياهم الله في بلدهم ما في شك. ابو خالد، يعني هذه الزيارات وهذا الاستقبال ما هو غريب على اهلنا في المملكه ولا اهلنا في الخليج، يعني حتى ولا قصورا في اهلنا في السلطنه، هذا مو شيء غريب على اهلنا في دول المنطقه وخاصه في المملكه العربيه السعوديه. يعني انا قلت لك عزيز، مهما قلت من كلمات لا يمكن، وابقى عاجز جدا حقيقه، يعني على اني اشكرهم الشكر اللي يليق فيهم. يعني شوف مهما تكلمنا الان، بسيف تكلم وانا تكلمت اقول بعد ما رجعت، مهما تكلمت والله يا عزيز ان اللي يعني يعني الوضع اللي شفته انا والتقدير والحفاوه والملقى الطيب فوق ما تتصور، ما يعني او تتخيل ينوصف، ما شيء يعني انا والله مثل ما قالته سيف، نعم، اسمه الأمير عبد الرحمن مساعد، يعني كلمتها يعني أنا قلت لهم فعلا في كلمات تكون مثل كالسهم، يعني هذه والله يوم قالها يعني في كنا تناقش في موضوع، فيوم قال لي هذه الكلمة أن أنت مثل ولدنا، ويقول لك الكلام اللي يخرج من القلب يصل للقلب، سبحان الله لامست قلب. صحيح والله، يعني كلمات تدخل القلب. اي نعم. طيب خلينا نتكلم عن مهرجان الاعتزال ابو خالد، شنو الترتيب له؟ شنو الساعة كم مثلا؟ في انا شفت حتى يمكن في يوسف العماني فناننا الحبيب، يعني نبي نعرف شنو المهرجان بدايته، شو يشتمل عليه. اول شيء يجب ان اشكر حقيقه الاخوان، يعني كلهم باسمه، اللي يبذلون جهد جبار حقيقه، يعني من غير مقابل فزعت منهم على انجاح هذا الحفل ان شاء الله، اللي ما يمثل نواف الخالدي بل يمثل، ولا يمثل الغتساوي بل يمثل الكويت كلها. نعم. يعني موافقه الهلال وشرف حضورهم الى الكويت يعني مسؤوليه تقع علينا كلنا حقيقه، لان يعني الهلال وموافقتهم بحد ذاتها كانت، يعني تصور الهلال، وهذا انا الامر يعني اعلن ان الهلال ما طلب دينار واحد، يعني سبحان الله الهلال وافق لان الهلال مصدر سعاده لكل محبينا. لا محبه لك بعد، يعني انا محظوظ جدا بانتمائي للهلال، انا محظوظ جدا بحبي للهلال، انا محظوظ جدا ان هذا الكيان بتاريخه ورجاله ونجومه وانجازاته يعني دائما في القمة. وبالأما بالنسبة للترتيبات، تشوفون يعني تشوف أنت أبو سيف الصورة أبلغ من الكلام، تشوفون التعب والإرهاق، ترى ما نام. ها أي والله ما نام، وزعجني يعني، قلت لأبو سيف أقول من خلص هذا أقول بعده. يعني الحقيقة مجهود كبير، يعني إحنا تونا
كنا في الاستاد وانا والله مو عشان بسيف قاعد لكن هو يدري يعني انا يعني في قمه الاحراج منه لان تعبت حتى في السعوديه الدروب الحفر رايح مو غريب علي رايح حراج وهني ايضا ايضا حتى بالكويت يعني انا كل ما حد يكلم اقول له روح ابو سيف ابو سيف ابو سيف حط ابوي المدفع زين شو يشتمل عليه الحفل بس مباراه في شيء قبلها في شيء بعدها يعني شوف عزيز طبعا اكيد في يعني امور ان شاء الله تنال استحسان الجماهير اللي راح تحضر في يعني فقرات راح ان شاء الله باذن الله تنال يعني اعجاب الكثير لكن اللي انا بقوله لك عزيز في حدث بيحصل بالمباراه طبعا انت لو تقعد مني الى باكر ما راح اقول لك الحدث هذا لانه لا لا خاص جدا لا اقول يعني للتاريخ للتاريخ اقول لك شيء لان وهذه رساله يعني في حدث بيحصل بالمباراه ما راح يخطر على بال ولا احد يعني بيصير شيء بالمباراه يمكن انا ننتظر هذا الحدث لا 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 عزيز اقول شيء يعني غريب عجيب اي والله يعني مو تقول والله امر حدث من قبل او لا لا لاول مره يصير اول مره يصير وراح تكون مفاجاه للجميع للجميع حلو حلو لان اثنين يدرون عنه بس يعني بس حلو انا واحد منهم طبعا والله يا عزيز يعني شفت الحدث انا متاكد انه يعني بيكون حديث الشارع يقول لنا شنو لا إذا قلنا عزيز ما صار ما أقول مفاجأة لكن درب لكن درب نفسك أنا راهن عزيز أنت لما تقول لا 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 عزيز بقول شيء بقول شيء لا 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 عزيز انسى انسى لا تحاول مو المشكلة أنت بخالد أنا بيك درب نفسك على تحمل المفاجأة المشكلة إن إحنا بالكويت يعني ما 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 ينخش شيء لا لا مو ما ينخش شيء ما يعني شو أقول لك أخاف أقول كلمة يزعل مني أبو محمد أستاذنا القدير اسمه مصطفى يعني اعلامي وهذا استاذنا يعني انتظروا وشيء قياء واخر شيء والله دخلنا موسوعه جينيس بالالعاب الناريه لا لا خوف انت نفس الشيء تقول لي ها والله حدث ما ادري شنو لا احنا ما نقول واخر شيء تقول لي والله لا يعني انا مستحيل يعني اني اتكلم اقول في هذا الامر انت عارفنا عزيز يعني شنو المفاجاه يعني شنو يعني ما نقولها من فراغ بل احنا هذا طلال الجسور يحب التحديات يعشق التحديات طيب انا الان في وقت تحدي عزيز انا شوف انا زين عزيز انا في وقت تحدي ترى من وجود ابو خالد هنا عشان يعطي يعني عزيز يعني امور اللاعبين انا اعطيت 48 ساعه 48 ساعه عشان تقدير للديربي عزيز تقدير للديربي والاخوان والقنات انا قلت انه في حدث بيحصل انا كنت ما راح اقول لكن شنو اللي حصل طيب يقولون محمد ابراهيم مدرب الفريق في هالمباراه ارسلنا طبعا ابو نواف ووافق طبعا وافق ان شاء الله وايضا فراس الخطيب مدرب مساعد ولا ولا لا لا يا ريت والله لعب حمزه راح يكون مساعد لابو ان شاء الله ان شاء الله وايضا من كل الانديه يعني اخترت من كل الانديه ولا هناك لاعب او لاعبين وايضا كل الانديه كل انديه الكويت لان اخاف تختار نادي يعني الاغلب لا هو يعني العربي منو الناس انا اختار تقريبا ان الناس اللي مروا عليك اللي مروا علي يعني معك. يعني الاغلبيه لكن في ايضا الاسامي ما لعبت معها لكن يعني ما تبي تقول نفس لا 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 لشيء في نفس كنت اتمنى انهم يعني هذه فرصتهم بهذه المباراه نعم فرصه نعم. انك تلعب طيب. مع الهلال هذا حدث مش يعني كل نعم. مره حصل. نعم طيب تفضل بس عزيز انا على وعدي ها نعم بس حدث غريب من نوعه عجيب غريب عجيب ان شاء الله باذن الله طبعا حتى في اغنيه الفنان يوسف العماني الاغنيه هذه جميله جدا باذن الله يعني راح تكون اول بدايتها في الملعب وقت المباراه الاغنيه هذه يعني تليق بالجسور ويستاهلها اغنيه جباره في اللحن والكلمات والاداء كلماتها شو تقول ولا مو حافظ لا لا فيها الجسور وفيها حفاد البكر ما سمعني انا شوف والله العظيم ربي يسمعني بس طريقه باذن بس مر الكلمه ابو عمر قال الغدسيه كعبه عاليه على الهلال نعم فاحنا ما وين 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 ابو البطوله الوحيده اللي صارت لا لا يا ابو سيف اقول خلنا اقول لا لا احنا ان شاء الله يوم الاحد نبي نشوف ان شاء الله مباراه قويه ونشوف منو اللي كعبه اعلى هذا من باب التشويق للمباراه احنا بس سعود احنا يمكن ابو خالد تكلمنا عنه بكم شغلات وايد لكن للامانه ابو خالد قيمه قدساويه كبيره جدا احد صناع تاريخ نادي الغاتسيه مثل ما قال
كابتن طلال الجيل الذهبي لنادي القادسية ترى كان وراه رجل يعني خارج الملعب، يمكن الناس كانت تشوف نواف بالملعب بين الخشبات الثلاث، لكن يمكن أنا تشرفت أني كنت أشوف نواف داخل غرف اللاعبين، شنو دوره، شنو تحفيزه، تحضيره حق المباراة. كان صراحة ما مر عليه لاعب يحضر حق المباريات بهذه الطريقة بهذا التركيز. الألم كان يصاب وايد وما كان يبين عليه، تحفيزه النفسي حق اللاعبين، قائد داخل الملعب، أخلاقه عالية، متواضع مع الكل. أنا مرت علي مواقف كثيرة مع جمهور القادسية، أطفال وكبار، نواف الخالدي في قمة نجوميته ما تعالى عليهم. هذه رسالة نوجهها حق لاعبيننا الآن. نواف، أنا الحين أطلع مني أنا بالديربي، أنا واحد من مشجعين نادي القادسية، أقول لك باسم جمهور نادي القادسية شكرا على كل لحظة قدمتها، على كل تعب، على كل بطولة، على كل مجهود. أنت قيمة كبيرة من أساطير نادي القادسية، وأكيد أنت لما انتقلت من نادي خيطان، نادي كبير أكيد، إلى نادي عريق مثل نادي القادسية، صنعت معه أمجاد. أنا أتمنى أن نادي القادسية يستفيد من مواجهة نادي كبير مثل نادي الهلال، خصوصا في الوضع الحالي اللي يمر فيه نادي القادسية، يحتاج إلى دعم نفسي أكثر منه فني. فأنا أتوقع أن المواجهة، طبعا أكيد أبو سيف، المواجهة مقبولة تكون أن كعب القادسية أكبر من الهلال، نادي كبير وهذا نادي كبير ما في مشكلة. طيب، لكن أتمنى نادي القادسية بنجومه بشبابه يستفيدون من مواجهة نادي الهلال إن شاء الله. طلال، أنت عملت مباراة حزام؟ لا والله. أنت يعني أنا بس يعني أبي إن شاء الله الرسالة هذه توصل حق المسؤولين في عمان. اليوم عمان فقدت أفضل جيل في تاريخ الرياضة العمانية، ولا صار ولا لاعب تكريم، لا أي لاعب فيهم. أنا كنت أتمنى اليوم يشوفوا ويشاهدوا هالحلقة، يشوفوا شلون تكريم الرياضيين في الخليج. يفترض أن في شخص يتبنى هذه الأشياء في عمان، النجوم اللي مروا في تاريخ الكرة العمانية. عندكم رجال أعمال، عندكم، عندنا كل شيء، لكن إحنا مشكلتنا في إن ما يريدوا يعمموا سالفة المباريات الاعتزالية، مع إن يفترض يعني على الأقل هذا الجيل بالذات، هذا جيل كان جيل ممتع. نعم. ليه اليوم الناس تحبه؟ يعني انتوا عندكم في عمان ما في مباريات اعتزال؟ ما في مباريات اعتزال. احنا حاولنا جديده والله، اول مره والله حاولنا. انا كانت عندي فكره ان اعمل مباراه اعتزاليه للجيل كامل، يعني مع كنت مرتب مع جيل خليجي 18 الامارات. نعم. نفس الجيل يعني، وكنت مرتب بعض الاشياء، لكن للاسف ما لقيت. يعني هذا قرار من الاتحاد ولا من هو عموما من وزارة الرياضة ولا شنو؟ والله احنا مشكلتنا في الرياضة، يعني ما بأتطرق لهالامور في وقت الفرحة مع اخوي نواف، لكن احنا نحتاج رياضي حقيقي يمسك الرياضة بشكل يعني شخص متخصص في الرياضة. طيب برجع بس على ابو عمر. هو ابو عمر خص نواف الخالدي. نعم. بانه اسطورة غساوية. هو مش اسطورة غساوية، يعني انت خصيت النادي القادسيه فقط، هو اسطوره كويتيه واسطوره خليجيه. أكيد أكيد أكيد. يعني احنا ما نريدك تخصص النادي القادسيه، لا انا قصد محليا. احنا نواف لنا محليا. نعم. إيه لنا في نواف الكويتيين كلهم، انديه الكويتيه الكل يفتخر فيه نواف. حتى اخلاق رياضيه عاليه جدا، مثل ما قلت انت يعني الكاريزما ماله. نعم. يملك شخصيه القائد، هذه الاشياء انا شفتها فيه في الملعب صراحه. انا طيب. وانا اقول بس اوصل الفكره هذه، نواف يستحق مباراه نفس مباراة الهلال السعودي. نجم كبير يستحق مباراة كبيرة، ويستحق نادي كبير نفس نادي الهلال. سلام عليك. سلام. مرحبا كابتن نواف، مبروك حبيبي. الله يكثر القدساوي. اي شلون محمد فاجئ اولاد اقول له بس قاعد اقول لهم على سيف ترى ابو سيف زعلان قال له محمد ابو سيف لا وحيد والله ما بعد منك انا والله بالتوفيق بالتوفيق طال عمرك بالتوفيق الله يخلص موفقين الله يحفظك شلون شباب شو الاخبار شبيك يا ابو محمد بس ما ودي اقول شيء لان المايك يصيبني الله يسلمك شلونكم؟ طيبين ان شاء الله. الله يخليك يا رب. شوف اخبارك الله يخليك. تكريم لك يا محمد. اي والله وانت تستاهل التكريم. والله التكريم.
حياكم الله ويانا. احنا متشرفين اليوم بوجود طبعا النائب السابق الاخ العزيز عبد الوهاب البابطين واخونا عبد الوهاب واسرته الكريمه، ما هي غريبه على دعمهم للرياضه للرياضيين، حتى لما كان نائب ايضا وقفته مع الرياضه والرياضيين، ولا حتى ايضا اسرته الكريمه ودعمهم للقادسيه بشكل خاص. ابو حمد طبعا اخونا احمد الفضلي غني عن التعريف، يسلمك سعيد، دائما تناقش في الاجواء الرياضيه. ما ابي اطول وايد، لكن ابو محمد ايش فيهم القادسيه؟ والله ان شاء الله يتعدل. لا قبل لا تقول له، قول له نزلت الانتخابات كان ابو حمد ما سالته انت ابو حمد لا سالته تصدق ايش فيهم القادسيه اصعب من ليش نزلت تصدق والله صعب زين ليش ما تنزل مجلس اداره القادسيه بكل مكان؟ مجلس امه عسى الله يبارك باللي موجودين. إيه؟ ويعني على قولتهم احنا خذينا مباراتين وعقبها خفقنا في مباراتين ونتامل ان الوضع يتصحح على الاقل، يعني المشوار بوله. نعم. ونتمنى يتم التصحيح خلال هذه الفتره البسيطه حتى نقدر ننافس على البطولات. ابو حمد انت دائما يناقشونك بالسياسه يناقشك بالرياضه كذا تساوي رياضه تساوي انت دائما تغريداتك ترى مزعل فيها الحكام ومزعل فيها ناصر الشطي ومزعل فيها شيخ الطلال ومزعل فيها شيخ خالد الفهد مو مخلي احد مزعل عليك. لا بالعكس بالعكس. اول شيء شوف ابو سعيد، اول شيء انا اشكرك ترى ابو محمد اصر انه يسلم على يعني اخوي العزيز نواف الخالدي قال لازم انزل. لا لا راح اجاوبك والله راح اجاوبك يعني اصر تبي ابو محمد يلعبها اقول لك وبعدين ندخل اصر انه يعني يسلم على اخوي نواف مباراه اعتزاله ونواف يستاهل امانه وانا يعني احرصت اني اكون موجود مع ابو محمد واحنا ايضا في تكريم لاخوي العزيز نواف ان شاء الله بعد شوي. لكن موضوع القادسيه موضوع كبير، يعني انا اعتقد احنا والله استبشرنا خير. مجلس الاداره في البدايه ما قصر صراحه، وفر بعض الامكانيات، قد يكون في ملاحظه على محترف محترفين امر عادي كمجلس اداره، لكن كانت في ملاحظات على الاخ العزيز ناصر الشطي وانا اوجه له تحيه، شخصيه محترمه انسان راقي، انا واحد على المستوى الشخصي احبه، حتى كان هو محلل في برنامج عندنا وان تو في فتره من الفترات يطلع مع الزملاء كضيف ببعض الحلقات وغيره، وهو شخصيه محترمه لكن لم يوفق مع نادي القادسيه. وانا اعتقد نادي القادسيه نادي كبير يعني يحتاج الى مدرب بنوعيه ومواصفات خاصه، منها قوه الشخصيه بالدرجه الاولى للسيطره على اللاعبين وغيره، ايضا يحتاج الى ان يكون هناك تكتيك فني. احنا ترى ناصر الشطي شفناه في الموسم اللي طاف، وهذا انا كنت اقوله يعني من استلم ناصر ما فزنا على فريق يعني نقول من الفرق الخمسه الاوائل، ما بقول فرق كبيره وصغيره، لا فزنا على الكويت، لا فزنا على كاظمه، لا فزنا على السالميه، لا فزنا على العربي، فمعناته في خلل في الامور الفنيه اللي داخل الملعب، فكان هذا انتقادنا للاخ ناصر. لكن ناصر يبقى شخصيه محترمه وان شاء الله المستقبل قدامه وممكن يتعلم من هذه التجربه. نعم. يعني العمليه كلنا احيانا يعني نفشل في محطات، لكن بالنهاية لازم أن احنا نستفيد من تجربة هذه المحطة، والنجاح إن شاء الله راح يكون حليف ناصر. نعم. سمعنا الآن يعني أن بنيك. نعم. مدرب القادسية، وأنا أعتقد اختيار موفق جدا لمصلحة نادي القادسية في هذه الفترة. أحيي مجلس الإدارة على وجود بنيك. نحتاج في الانتقالات الشتوية تعديل وضع المدرب العربي السابق. ها؟ مدرب العربي وكان مع أعتقد السيب، اعتقد اللي حصل عندكم بطولة الدوري والكاس، بطولة الدوري والكاس والسوبر، يعني نتائجه زين مع العربي في الدوري اللي قالوا ان الدوري اللي راح اللي هي 66 نقطة، يعني اللي كان تعادل مع نادي الكويت في عدد النقاط. فمدرب انا اعتقد لهذه المرحلة يصلح، ومتأملين ان شاء الله ان القادسية يكون افضل. انا والله هنيكم صراحة. انا ليش المدرب هذا انا عشت معه. نعم. صراحة يعني يمكن على كلامك تقول تحتاج المدرب ذو كاريزما. بوريس بونياك هذا من افضل المدربين اللي تعاملت معهم كشخصيه قويه. صحيح. وايضا كغراءة فنيه من افضل المدربين. صحيح. في السيب خسر يمكن مباراه واحده طول الموسم، اخذ دوري واخذ كاس واخذ سوبر، وصلهم لمباراه العربي وراح نادي العروبه الامارات اللي عارفه انا قبل خمسة ايام كنت اكلمه موجود في نادي العروبه الامارات. الاماراتي ومحمد ما ادري شنو صار يعني. تعيد مدرب اجنبي ولا وطن القادسيه؟ والله يعتمد. لا انت يعني رايك. لا هو بالنهايه المدرب مدرب، مش جنسيه محلي ولا. صحيح. ولا امكانيات. لا يعني ما. يعني انا خلني اقول لك شغله بسيطه، يعني تجيب مدرب كويتي مثلا مورينيو نفس مثلا والله لا انت ليش عزيز انت ممكن تجيب مورينيو ما يمشي شغله هنا. صحيح. لان رجل متعلم على موضوع الاحتراف وموضوع سيستم معين، سيستم كامل
ويهني على يعني تجربتنا البسيطة كهوات ها ويبدأ يشتغل ما راح يقدر ينسجم في هذه الأجواء. فبالتالي مو شرط إنه يقدم. لكن شوف نجاحات مثلا محمد إبراهيم مع القادسية ما تقدر تقول شيء. صحيح. رجل قدم في مدة طويلة عطاء وقدر يحقق نتائج غير عادية مع نادي القادسية. اللاعبين والإدارة بالنهاية هي منظومة. اللي خلق اللاعب هي بالنهاية منظومة. منظومة. لكن ما يصير اليوم هم أتكلم عن مدرب في ظل عدم وجود منظومة. ما يصير أتكلم عن مدرب والأجواء عندنا مختلفة عن الأجواء الاحترافية. نعم. يعني شيء يكمل شيء عزيز ما أقدر. أنت بنيان كامل. نعم. فقد ينجح وقد لا ينجح. كذلك ترى الوطني قد ينجح في مع فريق وقد لا ينجح مع فريق آخر. لاختلاف العوامل. وأنا أبو محمد أعتقد الجوانب النفسية في المدرب الوطني تطغى على الجوانب الفنية. فأنا أعتقد القدرة عند أبو يعني عند أبو عند أبو نواف يعني بالدرجة الأولى الجوانب النفسية. لكن هذا مو معناته إنه ما عنده شيء فني. لا عنده شيء فني لكن الجانب النفسي شيء مهم بالنسبة للاعبين الدوري الكويت لأن ما عندنا نظام احتراف كلي ما عندنا أمور. فأعتقد هذا الجانب اللي ينجح مع محمد إبراهيم. قبل التكريم حتى لو إنه مثلا يعني حتى في مدربين العالميين ترى الجانب النفسي له دور كبير. صحيح صحيح 100% يعني احنا هنا مثلا ممكن يظنون ان بس احنا الوطني لنا جانب نفسي. لا لا لا, لا, لا جانب نفسي حتى هناك يعني انت قوه مورينيو شنو يعني تقول شنو المدرب هذا اذا طلع اللاعبين مثلا يتاثرون وكذا يعني في امر في داخل صحيح الغرف. قبل التكريم قبل التكريم انا عندي سؤال حق ابو محمد. إيه لا انا بقول بعد عزيز احنا بنقول بنواف الحين ولا حريص انت تقول يا كل جو علينا بيصعبون عليك. سؤال اخير حق ابو محمد لما كنت في المجلس حاولت تقدم شيء للرياضه وقفت الحكومه وقفوا المجلس حاولت يعني كان في عندك خطه معينه للاسف ما استكملت مثلا. شوف عزيز احنا يمكن في ذاك الوضع كنا بحاجه اول شيء نرفع الايقاف فكان التركيز الكامل ان شلون نرفع الايقاف على الكويت كمحطه اولى. من رفع الايقاف؟ شو من رفع الايقاف؟ من رفع الايقاف؟ واحد يقول انا رفعت الايقاف. من اللي رفع الايقاف؟ ما ادري. واحد علق لوحه قال نرفع الايقاف رفعنا الايقاف. واحد هم يعني يمكن بالسوشيال ميديا قال انا رفعت الايقاف. بس أنا أعتقد رفع الإيقاف تم بعمل جماعي وبضغط استمر من بداية عمر المجلس إلى تاريخ رفع الإيقاف. أنا على الأقل أتكلم عن نفسي قبل استجواب الشيخ سلمان الحمود اللي كان مسؤول عن الإيقاف واللي كان متسبب رئيسي في عملية الإيقاف. أنا قلت كلمة لن أترك هذا الملف إلا برفع الإيقاف. الان رفع الايقاف عاد عبد الوهاب. يا ليتكم ما رفعتوا الايقاف والله. عاد عبد الوهاب والله ولا هذا بالنهايه ان شاء الله انه يكون عمل وفيت وكفيت جماعي. احنا حاولنا 149 انا رفعت على قولتهم البيرق باستجواب الشيخ سلمان بدايه وقلت هذه العباره لن اترك الملف الا برفع الايقاف. الحمد لله اليوم المنتخبات تلعب والحكم للناس. اي بس 149 ابو محمد 149 ها تصنيفنا اليوم. شلون 149 يعني تصنيف المنتخب في كرة القدم 149 ان شاء الله يتعدل لانه يفترض هذا هذه كانت خطوة اولى. نعم كان يفترض يجون الناس ويبنون على هذه الخطوات حتى 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 التطور يعني في قانون الاحتراف في وايد اذا ما يصير تغيير جذري. اذا ما يصير تغيير جذري لا طبنا ولا قدش محتاج الى نفضة في موضوع الرياضة. متفائل بالشيخ احمد نواف كرئيس مجلس وزراء في وطن رياضي الكويت كلها اليوم متفائلة بالشيخ احمد نواف. لكن احنا ننتظر ايضا عمل جاد حتى يعني نستكمل هذا التفاؤل بانجازات حقيقيه. صحيح. تكون صحيح. على الارض. صحيح. وبالمناسبه يعني مساء نتكلم بال 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 بالملعب ها. نعم ترى من اكثر الناس اللي يزفون بالملعب نواف. مصلحة العامة. إيه بس يحب يزف. طيب تفضل. إحنا طبعًا يعني مبارك لأخوي نواف هذا التقدير يعني من الشعب الكويتي أولًا ومن ثم من إخواننا في المملكة العربية السعودية اللي هي عزيزة علينا ومبارك لهم في العيد الوطني 92 وللشقاء السعوديين مهما نتكلم عنهم ما نوفيهم حقهم حقيقة يعني مواقف المملكة ثابتة للكويت بشكل كبير. اليوم وجود النادي اللي ما تحبه يا عزيز
واللي انا مسبب لي مشاكل مع الجمهور يقول ليش ساكت عنه ساكت عنه مسعيد ديمقراطيه الراي انا مع انا مع انا هلالي انزين لكن احنا ديمقراطيين ما صح يروح اقول لك يعني الزعيم يعني نادي الهلال السعودي زعيم اسيا واللي فعلا دائما مشرف الكره العربيه والخليجيه تحديدا في تكريم اخوي العزيز نواف اعتبر نواف يستاهل. نواف اليوم انا اقول من افضل الحراس اللي مروا على الكره الكويتيه هذه حقيقه. نواف اليوم يعتبر من صفوف انا اقول ممكن نواف من الثلاثه الاوائل في تاريخ الكره الكويتيه على مستوى حراسه المرمى. نواف قدم الكثير. نواف في محطات معينه انظلم نواف حقيقه. لكن انا اعتقد هذا التقدير الكبير لنواف الخالدي يستحقه وهذه اكبر شهاده بحجم هذا الأسطورة اللي هو الأخ العزيز نواف الخالدي. وبعدين أنا يمكن تواجدي كان هني من باب يمكن كل الزملاء نواف بعد اعتزاله وغيره أصبح محلل في برنامج الديربي. فإحنا واجب علينا كأخوانا وزملاء يعني في قناة الاي تي في وفي برنامجك أبو سعيد برنامج الديربي إن قلنا نخلق تكريم بسيط من خلال هذه الحلقة لأبو خالد والله أخوي نواف يعني يستاهل كل خير واللي أصر بعد أيضا تواجد أخوي أبو محمد وهذا أيضا تكريم لنواف وتكريم لي بوجود أبو محمد أي والله إذا التكريم يستاهل الكلمات هذه حقيقة أبو محمد دائما مع الشباب الرياضي وأنت أبو حمد الله يسلمك شهادتنا فيك مجروحة دعم برنامجنا دعم برنامج وأنتو كل البرامج حبيبي يا أبو سعيد حبيبي يا أبو سعيد هذا تكريم يعني هذا المايك بس ما يخالف هذا تكريم بسيط من زملائك العاملين في قناة اي تي في وتستاهل كل خير والله نواف الله يخليك ما قصرت وهذا من طيبك وانا بقول يعني ما شاء الله انت تكلمت بالسياسه قلنا هذا فن الله يحفظك وانت تكلمت اقول في الرياضه قلنا هذا فن الله يطول عمرك عزيزي الجسور يعني وحتى النقد هذه ايضا رساله يعني انا اجمل تحليل واجمل يعني نقد حقيقه رياضي والله يا ابو حمد أيه؟ ان يعني الرساله اللي توصل ان النقد يا جماعه يكون في اداء نعم مثل ما كان النقد للمدرب انه في اداء ويبقى الاحترام نعم ويبقى هذه الامور اللي مثل ما قلت عوده الرياضه يجب اول شيء ان احنا يعني ما نعامل المنافس او نعم يعني في بشخصانيه طيب نعم. انا بس بختم ابو سيف ابو عمر حياكم نبي صوره جماعيه عشان نطلع فاصل خلي العريس يصير حياتك هذه شفت المفاجاه شلون تستاهل فدرب نفسك على درب نفسك على تحمل المفاجاه صوره جماعيه ونطلع فاصل ونتمنى لك التوفيق يا الله يخليك يا رب ونستغني عنكم ونتمنى حضور يعني الجماهير ان شاء الله يوم 25 ان شاء الله شكرا عبد الله ابو بطين شكرا احمد مشكور يا ابو سعيد اخوي احمد الفضلي دائما يعني ما حبيت اشكره وهو يمي لان دائما يقولون المدح في وجه الرجل مذمة لكن وحمد شهادتنا في مجروحه دائما الحقيقه داعم لبرنامج الديربي العاملين في برنامج الديربي فكثر الله خيرك يا ابو حمد وابو خالد يستاهل وايضا خل اشكر لوكيشن كوفي صراحه شيء طيب ادعو الجميع هاللون هذا صراحه شيء مرتب ما ادري اسمه ستروبري موهيتو حلو والله عموما بو اخوي طلال انا سمعت انك كنت مقدم على مباراه اعتزال بالنادي العربي اي نعم مو بعمان بالعربي اي بالعربي مباراه قبل عيد عاشور ولا اي عند السيد عاشور ابو سعود ودك تصير تسوي مباراه مع العربي اي اكيد ودي لان يعني ضد منه والله انا ما يهمني بس انا باخذ يعني النهاية أنا أتمنى يعني النهاية دي حبي للنادي العربي أتمنى إنه يعني إذا في مجال إنه لاعب محترف يأخذ مباراة تكريم هذا راح تصير ترى فريدة من نوعها وسابقة لا إن شاء الله عبد العزيز مسابقة بالنسبة للنادي العربي سابقة لكن إيه؟ بالنسبة للنادي القادسية عملها مع سيدو تراوري أتذكر عملوا له مباراة تكريم أعتقد أبو عمر ممكن يفيدنا بهالموضوع ما اذكر سيدو تراوري عملوا له اعتقد مباراه تكريم لا كانت لا ما سوى لا انا اذكر ايام انا كنت موجود 2007 تقريبا عملوا له مباراه تكريم انا كنت موجود ما ادري
عموما هي رساله لاخونا ابو سعود ان شاء الله يستاهل للامانه ترى يعني يعني طلال مو مساله محترف كان في العربي كان يعني قتاله وروحه يعني انا الى الان ما انسى يعني شلون كان يزعجنا لان روح يلعب بروح وانت عارف يعني الروح ماذا تصنع نعم في 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 مثل هالظروف طلال عرباوي نعم لما تقول لنا العربي يكرم طلال او يقدم مباراه ما هي غريبه لان طلال قتاله مع النادي العربي مش قتال واحد اقول محترف يقعد سنه وسنتين ويمشي لا يعني نعم. انا كنت دائما معاه لان احنا نفس الشيء ترى ها طيب خل اسال ابو سيف عن المتجر اليوم اعتقد في اقبال كان بس على المتجر بس على اساس نركز على الموضوع هذا بس طبع يعني طبع. انا عملت كتاب يعني قبل تقريبا 3 شهور نعم و يعني على نهايه الموسم اللي طاف نعم. فيعني الجماعه املوني على اساس ان شاء الله يكون الموسم هذا وانا اتمنى يعني امنيه بالنسبه لي شخصيا ان يعني حبي للنادي العربي وحبي للجمهور ان اتمنى ان تكون اخر مباراه لي في حياتي ان تكون ان شاء الله مع ان شاء الله جمهور النادي العربي مع النادي الاهلي ان شاء الله ما يخيب ظنك ان شاء الله بالديربي بالديربي يعتبروني ولدهم والله العظيم طلال بالديربي يقولوا بياتك اوصل دائما ابو سعود مو مقصر نعم ايضا اغلب العرباويين خلنا نذكر اخوي الكبير صالح الملا ايضا يتواصل نعم. معي بشكل محمد الملا وصال ابو محمد نعم. يتواصل معي ودائما يعني يحسسني ان مغرب على ابو محمد نعم. وايضا ابو صقر الكابتن عبد الرضا عباس يعني نعم. دائما في تواصل بيني وبين العرباويين نعم. وانا اتمنى ان شاء الله ان تكون اخر مباراه لي في حياتي طلال. في العربي ان شاء الله طيب انا بنفس الكرسي قعدت قبل 3 سنين وتمنيت ان الهلال يكون موجود فان شاء الله اليوم اقول اليوم اقول الظاهر الكرسي هذا وقاعد هنا ان شاء الله عبد العزيز ما يقصر لا لا بس بالنسبه لاخوي طلال استذكر يعني استحضرت كلمه لطارق التايب يوم جاء للهلال يقول اتينا الى الهلال محترفين وخرجنا من عاشقين نعم صح فهو طلال خلفان دخل محترف للنادي العربي وطلع عاشق نعم وان شاء الله ما يقصرون معي يستاهل شلون كان الاقبال على المتجر؟ قبل لا اقول لك على الاقبال يا عزيز انصحك لا تدخل الفنيوز هاليومين ليش ازرق لا تدخل هاليومين هذه المباراه انا ترى شوف لا لا بس بس نصيحه اخر انا احبك عزيز انا شنو انا اعطيت كلمه حق ابو حمد اني اصير عاجل اليوم تقديرا حق ابو خالد وتقديرا حق المباراه فلا تخلينا تقعد تعال لا 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 ترى تحرش راح تحرش لا لا خلاص دير بالك خلني عاجل احسن انا مو نصيحه انا ما 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 واجهت ابراهيم فريان عشان لا يزعلون مني ربع مبارك وربع بخال خلني زاك زين مو مشكله عزيز زين مو مشكله عزيز انا ابو حمد استاذ احمد الفضلي قال قاعد اقول لك على المتجر اي ما عندنا المتجر اللي شفناه اليوم والله العظيم يثبت العش يعني الشعبيه الجارفه لهذا النادي الكبير لان احنا مجهزين لقطات عرفت ايه نعم شعبيه جارفه ابو سعيد نعم. اللي شفناه اليوم امس كان يعني يعني دخول عجيب للجماهير وكانت زحمه نعم. اليوم زياده مي طبيعيه نعم. يعني انا بالنسبه لي دائما ادخل الفنيوز واحب المجمع نعم. هذا اول مره اشوف تجمع بهالشكل يعني يمكن بتاريخ مجمع الفنيوز انا ما لم ارى مثل هذا يعني الحضور وهذا نعم التجمع نعم الكبير نعم هذه الجزئيه ابو خالد وجود الكؤوس يعني هذا شيء ايضا هو تقدير للكويت وتقدير لك ما في شك والله قلت لك الطيب ان هذا ما هو مستغرب نعم والكؤوس هذه فخر حقيقه لكل عاشق لهذا الكيان يعني الهلال وتاريخ نادي الهلال وبطولات نادي الهلال مصدر فخر لكل هلالي وكل رياضي حقيقة محب لكرة القدم نعم. إنجازات يعني كثيرة ويعني بطولات وتاريخ مشرف جدا جدا لهذا النادي العريق نعم. اللي الهلالي يمكن ما يشعر بهالشيء إلا الهلالي نعم. طيب. يمشي وراسه مرفوع دائما وإي والله العظيم لأن قمة الفخر أنك تنتمي الى هذا النادي العريق بكل شيء الله يعين ابو سعود واضح جدا من يعني احترافيه اللي قاعد نشوفها في نعم. في المعرض او في المكان اللي مخصص حق الاخوان في نادي الهلال ان الامر موسد لاهله يعني واضح ان في فريق تسويق احترافي
عرف كيف يعمل من نادي الهلال براند نعم خاص فيه. نعم. لذلك احنا دائما ناشد في رياضتنا المحليه ان عطوا الـ 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 الامور حق الناس المختصين. نعم. هذه وراها جيش اتوقع من الناس يشتغلون باحترافيه في مجال التسويق. نعم. عشان كذي تشوف اليوم نادي الهلال وتيشيرت نادي الهلال يسعون الجمهور اللي انه نعم. انت عزيز احنا كم سنه نتابع الرياضه الكويتيه؟ عمرك شفت المنتخب الكويتي؟ ما انا قايل النادي منتخب الكويتي يتم تسويقه بهذه الطريقه ابدا. نعم. لان الامور مو موسده لاهلها. نعم. فانا قاعد اقول ان يجب على صناع الرياضه بالكويت شوفوا مثل هذا النادي والعمل الاداري والتسويقي اللي حاصل معه وتعلموا منه، ترى ما في صحيح. ما في باس يعني. صحيح. طيب لا لا بس وايد ترى عندي اتصالات بس على السريع اللي سواه الهلال يعني في المتجر كان في قطر قبل اسبوع والان بالكويت. الهلال في هذا الموضوع في هذا الامر يجاري الانديه الاوروبيه. نعم. يسمون هذا التوسع بالانتشار وهذا من حقوق الرعاه على نادي الهلال. نعم تفضل عزيز بشكل سريع. إيه اقول لك شوف الهلال رغم ان المباراه يعني حفل تكريم مباراه وديه. نعم. الترتيبات اللي يعني كانت لهذه المباراه بتواصل مع ابو عبد الله. نعم. فهد المفرج من قبل شهر. نعم. وهم مسكرين كل شيء، يعني انا قاعد اسولف مع الربع اقول لهم يا جماعه الهلال الان يعني قبل ثلاث ايام العلاقات العامه في الفندق موجود. نعم. ومشيك على الغرف ومشيك على السيارات ومشيك على حاسب حساب في مباراه وديه مباراه وديه استعراضيه. نعم. يعني انا قلت لهم طيب مع اوراوا اقول شنو كانوا يسوون. طيب. في نهائي ابو خالد هذا العمل بروفيشنال في مواجهه يقولون بينك وبين الدعيه سمعت. طبعا اقول العلم حتى على الحاجب لكن المواجهه هذا شرف لي حقيقه. في ولا ما في؟ خليني اقول لك يا عزيز مواجهه يعني في مواجهه ولا ما في مواجهه؟ وتشوفها بالملعب زين. هذا مجال في هذا نسولف احنا دعايه ما احتفال هذا حتى احتفال ما تبي نتكلم ما ادري جاوب انت ما ادري انا والله سالتك والله ما ادري ما ادري كيف جاوب في ولا ما في اللي تشوفه شنو تبي انت؟ انا ما ادري ان شاء الله فيه ان شاء الله فيه زين ان شاء الله في الملعب بين حرسين كبار لهم اسمهم بالخليج انه شنو كل واحد يشوت على الثاني ولا شنو؟ بالخليج واسيا والله ما ادري شنو تبي انت؟ جاوب سيف انا ما ادري انا اقول لك انا اقول لك ان شاء الله فيه وهذه يعني النجم يعني الكبار تصير مباراه بين ابو خالد وبين 48 ساعه بس تستنى بس ما احنا قال لك الاسبوع الجاي 48 ساعه ما تقولون شيء عن يعني بنقول ان شاء الله فيه ما يصير اعطونا يعني اخبار ان شاء الله فيه ان شاء الله يعني عشان هم نوع من التسويق حق ان شاء الله فيه حق الجمهور ان شاء الله بين الحارس العالمي محمد عيو يعني ابو خالد بيشوت على ابو على محمد والله حشركم عزيز ان شاء الله والله حشركم انا احب خالد انا احنا نبي اخبار حصريه نبي شيء يعني معلومات تعطي حق كل شيء شوفه بالملعب كل شيء بالملعب ما يصير خالد يعني انت اليوم انا الحين اليوم مثلا بسوي حفل افتتاح مثلا نفس كاس العالم مثلا اليوم يوم يوم الاخوان في لجنه مشاريع والارث ما قالوا تعالوا الدوحه وشوفوا قال ايش ابو خالد خل افسر لك الاخوان لما يوم ثلاثه هني من الدوحة من لجنة مشاريع والإرث ترى ما مو لما أسألهم يقولون والله تعالوا الدوحة وراح تشوفون والله لا لما تيجي الدوحة وقت الافتتاح أعطانا يمكن أربع أو خمس معلومات عن 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 عن, عن أحداث كأس العالم. أنت الحين ما أعطيتني شيء. أنا أقولك حدث ما يعني ما صار. إذن هذا حدث صار أقول كل ما أقولها حدث ما صار. أوكي في رياضتنا ما صار ما صارت بتاريخ الرياضة خلاص بتاريخ الرياضة ما صارت. نشوف منو النجوم اللي بيجون في نجوم دعوات يعني عموري ان شاء الله طبعا وافق عموري اوه ايه ها شوف هذا خبر لا شيء ضبطنا يا اخي تدري من قبل اقول ها لا والله ما ادري والله ما ادري ابغى اقول لك غير عموري لا انا ما ادري والله لا لا يعني اللاعبين هذا انت بالكويت احنا ما في شيء الكل عارف يعني مو سر هو نادي القادسية مش نادي القادسية اللي بيلعب هذا يعني كان نادي القادسية خالد انت اليوم مثلا خالد انت اليوم لما تقول عموري لما تقول عموري ترى في ناس تحب عموري الله عموري موجود انا بي فهمت قصدي يعني انت لما تقول مثلا فلان الفلاني موجود يعني في ناس مثلا معجبين بهاللاعب معجبين بهال مع انه مو من ناديه مثلا مو لا موجود الخبر هذا عزيز يعني باكر الامور راح تبين اكيد اكثر واكثر لكن الحصري واللي مفاجاه اللي لازم عندك تدرب نفسك على تحملها هذه ما تنقال ولا ما صارت مفاجأة لكن صدقني تقول اوه معقوله يا جماعه صح
والله هذا اللي وعدنا فيه. زين منو صاحب هالفكرة؟ هي الفكرة ما في بين اثنين. إيه. أنا الثاني. في واحد رقم واحد. منو ذا؟ أنا أنا. انتظر إنه معك. زين تذاكر المباراة. أيوة. لا إيه قبل. بالمناسبة ذكرتني عزيز. إيه. بالنسبة لي طبعًا. ترى في وايد ناس اليوم الوطني السعودي طبعًا. ويعني حبينا نقدم لو شيء بسيط حقيقة من كرم أهل المملكة العربية السعودية علينا حقيقة ومن اللي الطيب والجود واللي شفناه حقيقة منهم طبعًا. وهذا هذه فكرتي مع فكرة أخونا فهد البكر. نعم. أن نسمح للقنوات كلها بنقل المباراة. كفو. أي والله فأقول شيء. ما في تعهد. إيه نعم بلا فبديناها مع السعودية الرياضية. السعودية الرياضية. قالوا نبي المباراة. قلت تبون المباراة. أنتوا تبون. قالوا تطلبون عيوننا. أي والله. يستاهل. يستاهل والله. هذا. ترى القناة السعودية الرياضية متعاونة ويانا يا أبو خالد. أمانة. إيه نعم. لا والله يا عزيز. والله متعاونين معانا. وأخوي غانم القحطاني جزاه الله خير. يعني. هم راعي الأول وراعي الأول مثل ما يقولون ما يلحق هم سباقين ب طيب كل القنوات الخليجية مسموح لها مسموح بمناسبة القناة الرياضية العمانية ممكن يعني كل القنوات بمناسبة العيد الوطني السعودي اللي صادف ترى عيد زواجي بعد على اخوي فهد البكر رئيس اللجنة المنظمة واخوي نواف الخالدي جزاهم الله خير افتحوها مجانا للقنوات والله اقل شيء تقدمه لأهل المملكة العربية السعودية العظمى وهذا ذكاء تسويقي أيضاً ما دام أنك ذكرت التذاكر أبو سعيد نعم. نحب نقدم الشكر الجزيل لمساحة أبو خالد الهلالي والمنسقة الأخت جواهر نجد نعم. على تقديمهم تذاكر مجانية هم شروا التذاكر ويقدمونها مجانية للجماهير مساحة. اللي تبي تحضر المباراة كذلك مساحة حسين الرويلي نعم. يعني صراحة مشكورين تواصلوا معي اشتروا التذاكر نعم. من الايفنت وقاعد يعرضونها مبارك الدوسري شرى تذاكر اي شرى ابو محمد هو أوه. عياله اكيد اي دعم للجسور يقول اكيد قول الصج اي والله انا اقول نواف يضحك والله شرى والله شرى يقول دعم للجسور والله الجسور فانا اشكرهم المساحتين زين الاسعار كم يقول لك الاسعار 3 دنانير ممكن ابو خالد انا بعد مني لاخوي نواف كفو اي عماني تذاكر عندي كفو الله كفو العمر كفو يا كفو جزاك الله خير طيب بروح حق فاصل بس قبل فاصل بوري ابو خالد صوره عشان اغير فيها الموضوع عفوا مو فاصل في فيديو اهدانا يا ابراهيم حبش يمكن هو برا الموضوع لكن هذا يعني تقديرا لفنان لاعبنا الخلوق اللي قاعد يمر في رحله علاج حاليا في لندن وحرصت ان نعرضها في حلقه اليوم لن ندري اليوم الحلقه فيها الحديث عن الأساطير وعبد العزيز عنبري أحد هذه الأساطير اللي يجب أن نعطيه حقه أيضا لكن أبو خالد خلينا نشوف هالصورة معك ونبي تعليقك عليها بشكل سريع أول شيء عرفنا على اللي بالصورة طبعا أنا مع لا خل شيخ أحمد نبي عيال أي أقول أنا عيالي طبعا أي خالد ولدي الله يحفظه الله يخليه وأمينة اللي ماسك لامها الشيخ أي طبعا الشيخ أقول يعني أحن إنسان في الدنيا يمكن كلها لا بالروح أي والله حقيقة ومش على ولدي معصب إيه ليش معصب نصراوي صح لا والله في تعليق أنا ومع أم خالد مت من الضحك كاتبين الظهر هذا نصراوي لا اعترف وبنتي فهدى طبعا سمية الشيخة بنت الشيخ أحمد الفهد الشيخة فهدى هذه سميتها فهدى وهذا أنا الأمانة هذا كان هو تكريم يعني اغلى تكريم بالنسبه لي تستاهل اي والله يعني ابو فهد غريب عليه يعني ابو فهد حقيقه يعني شوفته بالنسبه لي كانت هي سعاده الدنيا وقال لي كلمه الامانه هذه والامانه يجب ان يعني تصل قال لي يا زين ما اخترت يا زين اي والله طبعا معروف فهد بهلاليته ويعني والحمد لله طبعا ما قصر بالثناء وما قصر ايضا بالعطيه الجزله حقيقه اللي باسمه وباسم ابناء الشهيد نعم عموما مو غريبه على ابو فهد ودائما يعني دائما يعني لما يطرى اسم ابو فهد اتذكر كلمته الشهيره انه ما يرد على الكومبارس ما ادري ليش سبحان الله توني تذكرت هالجمله يعني جات مع الحديث
عموما اخونا ابراهيم حبش دائما ابو جراح وهذا صاحب الارشيف الحقيقه اللي قاعد يمتعنا دائما في برنامج الديربي بشكل خاص ويخصنا دائما بفيديوهات جميله ومونتاج جميل وشغل يتعب عليه بصراحه اخونا ابراهيم. وواعدني اخوي ابو جراح انه بيسوي فيديو ايضا مميز حق ابو خالد بمناسبه اعتزاله ان شاء الله. لا ابو جراح اقول ما شفتوا شيء، انا شفت، انا اسمع من زمان ما شفتوا شيء، عنده شغلات يعني ابو جراح يا ريت اقول بس يكرمنا فيها يعني لقطات دائما خلف الكواليس ولحظات. نعم. يعني اذكر في مصور احنا ضربات الترجيح مع السالميه وهو يقول مثلا بالعرض هذه وطقت العرضه ضاعت هي، يعني الحدث برؤيه اخرى. نعم. عموما مشكور يا ابو جراح، خلينا نشوف هالفيديو اللي خص في برنامج الديربي وعاملة تقديرا واهداء لحبيبنا ونجمنا واسطورتنا عبد العزيز العنبري. شكرا اخوي ابراهيم حبش على الفيديو، يستاهل عبد العزيز العنبري صراحه. نتمنى له ان شاء الله العوده سريعا الى الكويت، مشافه معافى ان شاء الله. ومو غريب عليك يا ابو جراح، دائما قاعد تكرم نجومنا ولاعبينا وهذه عوايدك يا اخوي ابراهيم حبش. اخذ اخوي فهد، صبحك الله بالخير. صبحك بالنور، السلام عليكم، وصبح عليك يا ابو سعود، صبحك الله بالنور. على الرياضي اللي معاك وعلى كابتننا الكبير الجسور ابو خالد، حياك الله يا سند. اسف انا قلت فهد، تفضل اذا تسمح لي بس اكلم الجسور. تفضل. انا ترى عرباوي قح، لكن كلمه حق تقال في هذا الصرح الرياضي والاسطوره الكويتيه اللي بالنسبه لنا لا يت من قبل ولا بعد. ان كانت كلمات الشكر تسعف القائلين فانها تعجز امام قفازك يا نواف الخالدي. الله يسعدك يا بيض الله وجهك. انا صراحه يعني ما ندري احنا نبكي ولا نزعل ولا نستانس صراحه. يعني عدم وجودك بالمرمى خلال السنوات اللي فقدناها من بعدك اتعبتنا. فانا اقول حق الاشخاص الرياضيين المعنيين
إذا تبون رياضة هذا نواف ومثله من هالشخصيات الرياضية خلوها موجودة. أنا أكلم الناس المعنية، فنواف شخصية وقائد وكاريزما، وجوده بالمرمى يا أخي كان يرعبنا. أنا كعرباوي لما نشوف نواف الخالدي واقف كقيادي وكشخصية مثل هذه يا أخي كنا نخاف، وما زال حاليا لحد الآن نشوف شخصيته القيادية اللي احنا محتاجين مثلها في الرياضة. نعم. فخصوصا في منتخب الكويت نحتاج مثل هالشخصية هذه الكبيرة. نعم. تدعم الحراس وتعطي الخبرة. نواف خبرة كبيرة يا جماعة. نواف ياما فرحنا وياما بتشان في حملة لكأس الخليج والبطولات والإنجازات، فقدناها من بعد هالجيل هذا. نعم. إن كنا نبي رياضة نبي هالجيل ونبي هالناس تكون موجودة الملاعب. طيب شكرا لك أخوي سند، أخوي مخلف، وشكرا على كلماتك الطيبة بحق أبو خالد، ويستاهل أبو خالد ما في شك الكلمات الطيبة منك. أخوي مخلف صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. هلا أخوي. يا حياك الله. الله يحييك ويجيك. تفضل. ألو. تفضل يا أخوي. زاد فضلك. أول شيء طال عمرك أنا مواطن سعودي مقيم بلدي الكويت. والنعم والنعم. ونعم فيك الله. الله يحييك ويجيك. ونهني مولاي خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لمملكتنا السعودية العظمى. وأنت بخير صحة وسلامة. وكذلك لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم. كذلك الشكر موصول لإدارة الهلال الموافقة الكريمة في تكريم نواف الخالدي الحارس الدسور في يوم اعتزاله مع نادي الغاتية. والشكر موصول كذلك للإعلام القدير أبو سيف فهد الجلعود ومقدم برنامج الديربي وضيوف الكرام. وكل شكر لكم. شكرا. وبالتوفيق إن شاء الله النواف. شكرا لك طبيعكم. وشكرا لك وكل عام وانت بخير، وإن شاء الله دائما أيامكم فيها أفراح يا أخوي مخلف أنت وأهل المملكة. أخوي مضحي صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير جميعا. يا حياك الله. بداية أنا صبح الجميع بالخير، وبداية أنا أهني المملكة العربية السعودية متمثلة اليوم الوطني متمثل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، ونهنيهم باليوم الوطني ودام علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير. اللهم أتمنى أن تكون مباراة فيها وغاتية تليغ في مستوى حارسنا الخلوق الجسور، وأن تليغ بمستوى المعهودة. بس السؤال للأمانة، هل يحضرون اللاعبين الدوليين بالنسبة للهلال؟ والجزء الثاني بعرج عليه ويتحملني نواف الخالدي، أختلف مع أبو حمد الفضلي صراحة. شو اسمه ثلاثة حراس الأولين بالكويت طرابلسي وسمير وفلاح دبشة، لا أنا هذا يعتبر رأي. وجهة نظر. رأيك ويحترم يا أخوي مضحي. الله يسلمه ويسلم عليك. كان الضابط يا أخ نواف. الله يسلمك. الله يسلمك ويسلمه. شكرا لك يا مضحي. أخذ أبو جراح أخوي إبراهيم حبش صبحك الله بالخير. صباح الخير. يا حياك الله. المتواجدين كلهم الله يحييك شكرا. مشكور على الكلام الطيب وعلى الطلاب الطيب. تستاهل. تستاهلون كل خير، ولاعبينا يستاهلون واحنا بخدمتهم. ونبارك لاخواننا في المملكه العربيه السعوديه على راسهم خادم الحرمين الشريفين في العيد الوطني، وهم اخواننا اكيد، وهلال كذلك الهلال السعودي متواجد بالكويت. احنا هذا الشيء شرف لنا ان شاء الله. وبالنسبه حق نواف الخالدي اقول لك نواف القبال ان شاء الله الخير والقبال، خلص بس اعتزالك ان شاء الله ويصير خير. وسعود انا ارشيفي الف مره اقول بخدمه اللاعبين الكويتيين الوطنيين اللي خدموا البلد من الالف الياء. احنا نعمل ما نبي شيء من احد، لكن احنا يعني اذا هم احنا نستاهل، اذا هم يستاهلون. احنا اليوم منعنا من دخول حتى الملاعب بقرار او شغله، وهذا من حق الناس، لكن احنا نملك شيء الى 10 سنوات جايه. وانا مشكور لك يا ابو سعود والاخوان المتواجدين، واحنا بخدمتكم ان شاء الله. واقول حق نواف الخالدي كفيت ووفيت يا اخوي، ما قصرت، وان شاء الله انت بعملك يعني ايامك العمليه اللي ان شاء الله تكون احسن الجسور. وشاكر لك يا ابو سعود على الكلام الطيب، ومع السلامه. تستاهل. ونتمنى حضورك مباراه اعتزال ابو خالد. ياك ترى مسموح لك تصور اخر لقطات ابو خالد في الملعب. ترى اشهد ان سيف مجرب وجراح، يعني أيوه. فعلا مع كل الرياضيين وتاريخ كل الرياضيين عنده، يعني انا من بخيطان وتحت 17 وما ادري شلون ما شاء الله. نعم. يعني ما ادري ولا هيك فرط ان شاء الله اللي تراقب واحد واحد. على طاري خيطان اخونا مساعد العطان يقول انا عتبان على ابو خالد، انا رفيجي الروح بالروح والله مليون ما وجه لي دعوه حضرت والله. تبشر هذا زميلك في نادي خيطان. لا بس اقعد اقول حبيبي سعد يبشر والله العظيم. انا
اوصل له البيت بعد. كفو والله كفو، مو غريب ترى ابو خالد ما ينسى. تفضل. انا لي تصريح قبل 7 سنوات، مو عشان انا الحين بجنب نواف الخادي اقول الكلام هذا، لي تصريح قبل سنوات في قناه الراي الكويتيه تذكرها. نعم. انا قلت افضل حارس مر على الكره الكويتيه وجهه نظري انا نواف الخالدي، حسب مثل ما نقول الكابتن الكبير احمد طرابلسي. اوكي كان المنتخب يعني كان منتخب الكويت مسيطر، وهذا يعني لما تخيل منتخب جيل 82 كان نواف الخالدي معه. نعم. شنو يكون الوضع؟ والله يستاهل. فوجهه نظري هذا ما ابو سعيد، اختلاف وجهات النظر امر طبيعي حتى على مستوى لاعبين العالم. صح. اليوم في ناس تقول والله ميسي ما حطه من ضمن الثلاثه الاوائل، في ناس تقول كريستيانو ما حط، كل واحد صح كلامه وجهه نظر وتحترم. نعم بس ابو سعيد انا تصريح لي قبل 7 سنوات بقناه الراي. هزاع اخر اتصالين. هزاع صبحك الله بالخير. راح هزاع. مشعل اخر اتصال، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. يا حياك الله. العافيه ابو سعيد. الله يعافيك. اول شيء امسي على الشباب كلكم وابي اكلم الجسور. تفضل ابو خالد. هلا هلا والله. اول شيء مشكور. هلا والله. مشكور على اللي شفناه منك احنا كجمهور غتساوي، كجمهور منتخب الكويت. انت ذكرى حيه راح تبقى في قلوب الكل، وما ندري يعني ما شاء الله الشباب اللي دقوا وتكلموا قالوا يعني الكثير بحقك، وان شاء الله هذا يعني احنا بنكون وراك، واجب لكل جماهيرك تكون معاك، وراح توعدنا ان شاء الله ان بعد الاعتزال تكون موجود. مشكور يا غالي. مشكور. شكرا لك. شكرا لك. اتجاهك بعد الاعتزال اكاديميتك طبعا مقالب تدريب ان شاء الله. ما يعني التدريب في الاكاديمي. نعم حتى ابو طلال عندك اكاديميه سمعت؟ اي نعم عندي اكاديميه. فتحتها ولا بعد؟ لا مفتوحه، والحين انا فاتح فرعين جدد في مدينتي، قبل كانت في مدينه اخرى. نعم. بحكم ان كانت الملاعب قليله في المدينه. نعم. عندي، فالحين ان شاء الله رجعت في صور. اي ان شاء الله في صور بتكون. الله يوفقك. اللهم امين. نبي لاعبين مواهب. نعم. ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله. انت شايف ابو خالد؟ نعم. اداري ولا مدرب؟ لا مدرب. مو اداري. وانا شايف تدريبه. أيه. حق الخلاصه في التدريب شيء غير طبيعي، يعني يدرب اللاعبين الساعه 7 الصبح 6 فترات. احنا متابعينك يا ابو خالد ومتابعين الابداع ما شاء الله، وان شاء الله يعني يكون نتاج هذا الامر مثل الجسور وافضل من الجسور ان شاء الله في المستقبل. وهذا شيء مو غريب على نواف الخالدي انه دائما ما شاء الله يعني حتى مخلص في تدريبه حق اللاعبين. انا قاعد اشوفه بسناب وتغطياته ما شاء الله حتى مخلص في تدريبه حق اللاعبين ما شاء الله. انا اقول وجهته، انا اقول اقامته ممكن يعني تكون كثير بالسعوديه. ممكن خاف هذه المفاجأة. لا مي هذا ممكن تكون إقامته بعد أقول لا هو ما يدري عن شيء. يمكن تكون إقامته كثيرة بالسعودية يعني. يستاهل طبعاً. زوجته سعودية أم خالد. والنعم والنعم والنعم. ما في فرق سواء بالكويت أو بالسعودية. هو جسور بكل شيء إلا مع أم خالد مو جسور. يخاف. طيب إحنا عندنا أيضا قبل أن نختم الحلقة في أحد زائرنا في الاستديو اليوم نتشرف بوجوده معانا ايضا في هذه الحلقه، وتكريما له ايضا راح نخليه يدخل الاستديو. هلا والله. هلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا خالد. هذه فنيله باكر كنا صح يوم لعب. ليش انت بابا خش هذه. هلا حبيبي. هلا هلا ما شاء الله. انت اللي معصب صح؟ لا اللي هذا اكثر اللي معصب. انت اللي معصب صح؟ لا لا هذا بدر الزامل ودخلت. ها؟ هذا بدر الزامل ودخلت. لا مو هذاك مشعل. هذاك مشعل. وين مشعل؟ مشعل مشعل ولدي. وين مشعل؟ لا مشعل مو معترفين نهائيا. خالد وبدر زايرين. المدرسه تقول له انت ابوك ولا مو خالد؟ يقول لا والله مو ابوي. خالد تعال خالد شو طق تعال تعال وياك شويه. تعال خلي لك خالد قولتي بعد. انت قولتي خالد قولتي وبتدور. لا ما شاء الله ما شاء الله. تعال غتساوي ولا طبعا اكيد بالسعوديه. ايش تشجع؟ لفلف. وبالسعوديه ايش تشجع؟ هلال. افا بدر خذ صوب الغطي. ايش تشجع بعد؟ تعال ورنا وروا وياكم حق الجمهور. ايوه تعال. ايوه ايش تشجع بدر؟ تعال منك. تعال 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 بالسعوديه. هلال. لازم بكي. هذا الفتره هاي انت لاعب ولا جولكي بعد؟
لاعب هو لاعب لا مهاجم ولا وسط وسط ودك تصير مثل منو بدل مطور كفو كفو وانت خالد ودك تصير مثل منو كفو كفو شلوني متعصب بعد ترى بعد اوه حياكم والله مشكورين انا قبل لا اختم ايضا قبل لا تختم بعد بيك والله بس اليوم او امس اليوم الفجر يعني امس الفجر كانت فيه كلمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف امام قاده العالم في الامم المتحده وطبعا انا حاب اشكر سمو الرئيس انه ذكر جزئيه في هذه في هذا الخطاب السامي تطرق فيها الى دوله قطر وفعلا يعني سمو الرئيس تحدث بلسان كل اهل الكويت دعمهم لإخواننا في قطر محبتنا تقديرا لهم فاليوم لما سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف يذكر دولة قطر في خطاب له سامي أمام قادة العالم في الأمم المتحدة هذه إشارة واضحة على أن الكويت قلبا وقالبا مع الإخوان في قطر في تنظيمهم لكأس العالم خلينا نشوف جزء اللي تحدث فيه سمو الرئيس عن احتضان قطر لكأس العالم تشهد منطقتنا العربية في شهر نوفمبر المقبل حدثاً رياضياً عالمياً بارزاً متمثلاً بتنظيم دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم متمنيين لها نجاحاً استثنائياً باعتبارها أول دولة عربية وإسلامية تستضيف هذه البطولة الدولية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى شكرا لسمو الرئيس وطويل العمر قرارك في شأن إخواننا الكويتيين البدون نعم. طلبة يعني ما تعرف صراحة ترى مو بس إخواننا الكويتيين بدون حتى الكويتيين يشكرونك على هذا القرار وهذا بالفعل يعني إحنا لما نقول بلد الإنسانية اليوم أثبت فعلا يا سمو الرئيس في هذا القرار بأن إحنا بلد الإنسانية وعندنا رئيس وزراء مفعم بالإنسانية فباسم كل الكويتيين هذا على جانب وأيضا إخواننا الكويتيين بدون يشكرونك على هالقرار وهذا مو غريب عليك لأن فعلا يعني شلت عبء كبير وهم كبير عن أولياء أمور كثير من أبنائنا الكويتيين البدون اللي قاعد يعني يحسون بي بألم وحرقة في موضوع إدخال أبنائهم إلى المدارس فجزاك الله خير يا سمو الرئيس وهذه مو غريبة عليك وكل الشكر لك كلمة أخيرة تبي تقولها أبو عمر أنا أتمنى التوفيق طبعا حق أبو خالد في مواضيع كثيرة أبو سعود يعني خصوصا عن موضوع كأس العالم في بعض الأمور لكن الحلقة مخصصة حق أبو خالد أبو خالد قبلة على جبينك أنت أسطورة كبيرة في نادي القادسية أنا إذا اللي حق أتكلم باسم جمهور نادي القادسية وجمهور الكويت أقول لك شكرا على كل شيء قدمته والله يوفقك ويعني إن شاء الله دوم يا أبو خالد نشوفك متألق في اسم الرياضة الكويتية طلال كلمة أخيرة أول شيء أتمنى التوفيق لأخوي أبو خالد وإن شاء الله تكون مباراة تليق فيه تليق بالأسطورة الكبيرة نواف الخالدي وبمن طلب وإن شاء الله إنه يقدر عليه أخوانك اللاعبين العمانيين اللي لعبوا معك أتمنى إن يكونوا متواجدين معك فوزي بشير محمد مبارك سلطان الطوبي اتمنى ان يكونوا يعني من ضمن الدعوات اللي ممكن حق اذا حق تقدر واجب يعني حق واجب حق واجب حقيقه وابي منك بعد انت طلب نفس الشيء انا تعبت من كثر ما اتكلم بالنسبه للمسؤولين الرياضيين في عمان يمكن رسالتك انت توصل بشكل افضل بالنسبه للاعبين السابقين النجوم اللي يستحقوا ان تكون لهم مباريات اعتزال والله ان شاء الله حاضر ابشر الله يسلمك راح اتكلم في جزئيه اناشد فيها واخاطب فيها رئيس اللجنه الاولمبيه العمانيه ومعالي وزير الرياضه ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله ابو سيف كلمه اخيره تحب تقولها انا ابو سعيد بس اوجه رساله يعني لجميع جماهير الهلال والسعوديه بشكل عام وجماهير الكويتيه
أنا أعرف أنهم أهل وفاء، وهذا اليوم اللي اعتبره رد الوفاء لهذا النجم الخليجي الكبير بالحضور إن شاء الله يوم الأحد الساعة السابعة في فعاليات كبيرة، في مهرجان كبير، في مباراة، في يعني في أشياء، في مفاجآت بعد. نعم. فيوم إن شاء الله يوم الأحد هذا شيء نرد الدين لهذا النجم الكبير الخليجي. أنا أعتبره مو النجم الكويتي، النجم الخليجي. الله أعطاك جمهور الهلال يوقف مع الهلال اللي بالكويت، لكن جمهور النصر والاتحاد لا، حياهم جمهور القادسية. وخالد كلمة أخيرة. شكراً شكراً شكراً. أنت اللي مشكور وشاكرين لك على تلبية الدعوة، رغم أن أدري ما شاء الله عليك من الصبح لي بالليل ولويا وتعب. أنا أقول أنا قاعد لكن تقديركم لنا وحرصكم على الحضور هذا شيء تشكرون عليه، وأنت واحد من البرنامج يعني ما يحتاج واحد منا وفينا، وهذه أيضا أضم صوتي لصوت بوسيف، دعوة للجمهور جميعا لتكريم هذا الرجل اللي ضحى في الكثير من حياته، أسرته، بيته، ماله، نفسه، صحته، كل شيء. ويدرون يعني طلال يدري كلاعب، والإخوان كمتابعين أيضا يدرون اللاعب إيش كثر يضحي من أجل بلده، من أجل ناديه، من أجل وطنه. فاليوم همتكم مع أبو خالد يستاهل. يستاهل أبو خالد. والله يعطيك العافية كابتن نواف. وهذا أقل شيء نقدمه لك يعني، هذه الحلقة اللي خصصناها لك تستاهل. أنا قبل لا أختم أيضا نقطتين بس بختم فيهم. النقطة الأولى، بما أن عندنا الأخ طلال خلفان من عمان، الحساب اللي اخترته لكم حساب شخصية رياضية عمانية اسمها أحمد بلوشي. والنعم فيك تن أحمد. والله أنا ما أعرف، لكن أحد الأخوان دزلي هذا من الغدوات، من الغدوات من النجوم الكبار في الكرة العمانية. والنعم 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 كبيرة صراحة. فأدعو الجميع لمتابعة حساب أخونا أحمد بلوشي، حساب رياضي، حساب شامل. يعني شامل، في فيديوهات، في صور، أخبار، يعني متابع لكل شيء ما شاء الله عليه أخونا أحمد. فالله يعطيك العافية أخوي أحمد بلوشي على هالحساب، وأدعو مو بس الأخوة في عمان، كل الرياضيين متابعة حساب أخونا أحمد بلوشي. الجزئية الأخيرة، أنا ألمني اليوم صراحة، هذه بختم فيها البرنامج. طبعا خلي أشكر لوكيشن كوفي اليوم على الضيافة، وكثر الله خيرهم يعني صراحة أخجلونا كل شيء حلو ما شاء الله، فكثر الله خيركم الله يعطيكم العافية. اللي أحزنني اليوم وأنا أتابع مباريات الودية لمنتخباتنا الخليجية، طبعا أبارك الأخوان في عمان الفوز على العراق، أبارك يعني الأخوان في السعودية أيضا مباراة كبيرة أدوها أمام الإكوادور. عموما قطر وكندا، قطر وكندا يعني هار لك المنتخب العنابي. عموما لكن الحز في خاطري ان منتخب الكويت ما يلعب اليوم، واللي حس في خاطري اكثر التبرير اللي سمعته، يعني مو معقول اتحاد وشخصيات رياضيه في هذا الاتحاد تقول لي والله مدرب عقده يبدي شهر 10 فما لعبوا مباريات وديه. هل يعقل هذا التبرير يا اخوان؟ هل يعقل يا اخوي بدر عبد الجليل وانت رجل محاضر دولي فان، هل يعقل يطلع التبرير من اتحاد الكويتي كره القدم ما او من شخصيات مقربه الاتحاد الكويتي كرة القدم؟ يا أخي هذه في فديعة، يعني معقولة أحرم لاعبيني من الاستفادة من الاحتكاك؟ أحرم الجهاز الفني من الاستفادة من الاحتكاك؟ أحرم تلفزيون الآن لو ينقل مخرجينا يحتكوني يأخذون خبرة من نقل مثل هذه المباريات؟ هل يعقل عشان والله مدرب أنتم خلينا يسافر؟ مو معقولة هالكلام. بعدين يا أخي مو عندك مساعد مدرب؟ أنت مو واثق فيه أنه يقدر يقود المنتخب؟ احمد عبد الكريم اذا انت مو واثق فيه ايش حق مخليه مساعد مدرب؟ انت مو واثق فيه تخليه يقود مباراه حق منتخب الكويت وديه؟ يا اخي عطى فرصه يحتك، عط فرصه حق ابو خالد يحتك يستفيد يتعلم ويمكن يثبت جدارته يا اخي في هالمباراتين الوديتين. هو واحد يقول لك والله هم عقده يبدي شهر 10، يعني انت بتقنعني احمد عبد الكريم يبي يقول والله اعطوني فلوس عشان ادربكم في هالمباراتين؟ هذا مو كلام، هذا مو تخطيط ولا كلام ناس تخطط حق اتحاد كرة القدم أو منتخب كرة القدم. هذا كلامي. لكن أنا السؤال اللي بوجه حق رئيس الاتحاد وربعه، مدرب لما خليتوه سافر خذ إذن منكم ولا وقع على تعهد؟ مع السلامة.